معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ علي اهلا بحضرتك. وقرات ازاي شكر الرئيس السيسي للعاملين بقناه السويس اللي اداروا الازمه الخاصه بالسفينه الجانحه بكفاءه؟ شايف هذا الشكر ازاي؟ شايف هذا الشكر انه بيعكس تقدير السيد رئيس الجمهوريه باسمه وباسم شعب مصر العظيم للكفاءه وللاحترافيه العاليه التي تعاملت بها كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة قناة السويس مع هذه الأزمة. في الحقيقة هذه الأزمة ممكن حضرتك عارفة أنا بتابع مع قنوات مع وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية وما تنشره كثير من دول العالم عرضت علينا أنها تقدم المساعدة وقالوا ده موضوع كبير قد يستغرق حل هذه الأزمة عدة أسابيع أو أشهر، لكن الإرادة المصرية والكفاءة المصرية نجحت في حل هذه الأزمة في عدة أيام قلائل على نحو أبهر العالم. يمكن العديد من دول العالم أنكرت بيانات بهذا الشأن تحيي فيها القيادة المصرية وتحيي فيها القائمين على هيئة قناة السويس وتهنئ شعب مصر بالسرعة الفائقة في حل هذه الأزمة. تم حل الأزمة بالسيناريو الأصعب لكنه الأسرع، وبالفعل عادت الملاحة إلى قناة السويس بصورتها الطبيعية بعد 6 أيام. لم يحدث خدش في السفينة أثناء حل هذه الأزمة وخرجت بصورة طبيعية وعادت الملاحة إلى طبيعتها لتبرهن للعالم مدى قوة الإرادة المصرية ومدى الكفاءة المصرية، وهو الأمر الذي كان محل تقدير السيد رئيس الجمهورية الذي أعرب عن تقديره أيضا في ذات الوقت لشعب مصر العظيم الذي عود العالم على أنه يحرص دوما في الأزمات أن يكون في مرحلة اصطفاف وطني مع قيادته السياسية وظهيرا قويا لها من أجل حل أي أزمات تواجه مصر. وبالفعل السيد الرئيس قال أنا فخور بشعب مصر وبموقفه في هذه الأزمة. الرئيس قال لدينا إدارة وفريق عامل في هيئة قناة السويس يعمل بخبرات تعود إلى 150 عام في إدارة القناة وحركة بناء السفن. يعني لأي مدى أثبت أو أثبتت هذه المحنة خبرة وكفاءة المصريين وقدروا أن هم يحولوها بدل ما كانت محنة يحولوها لمنحة وأمر يفيدنا في النهاية؟ حولوها لأمر يفيدنا وأصبحت ذكرى تسجل بأحرف من نور لعظمة مصر وشعب مصر الذي نجح في تجاوز هذه المحنة بصورة علمية دقيقة وبتعامل احترافي أبرز للعالم الكفاءة المصرية في مواجهة هذه الأزمة. أيضا حدوث هذه الأزمة ونجاح مصر المبهر في حلها أعاد مجددا للعالم لفت الأنظار حول قناة السويس وأهميتها ودورها العظيم في الملاحة العالمية. هذا الحدث الذي جعل من قناة السويس محور اهتمام وسائل الإعلام في مختلف دول العالم التي أبهرها كثيرا نجاح مصر في سرعة حل هذه الأزمة، وأيضا أكدت مدى أهمية قناة السويس كممر أساسي لحركة التجارة العالمية اللي بيمر منها حوالي من 12 إلى 13% من حجم التجارة العالمية. رغم هذه الظروف ورغم الشائعات اللي خرجت ان صيانة او ان حل هذه الأزمة سوف تفرق عدة اسابيع او اشهر، جميع المراكب اللي كانت موجودة انتظرت بالفعل حتى تم الحل، لم يفكر احد في البحث عن بديل او عن طريق اخر. لا غنى ابدا عن قناة السويس لانها الأأمن والاقل تكلفة وبها من الكفاءة ما يضمن مرور السفن العملاقة بكل سلامة وأمان. الرئيس كمان أشاد أستاذ علي بتعامل المصريين مع الأزمة وقال في كل أزمة الشعب المصري كان بيساند بالصمت والدعاء وبيتمنى الأمان لقناة السويس والكل يتابع بدون كلام. كلمني فعلا عن وعي الشعب المصري وقوفه بجانب بلده في كل أزمة ممكن نكون بنمر بيها. مفيش أزمة وقف فيها الشعب المصري والتف حول قيادته السياسية إلا وكان النصر حليفه، فدائما يمكن شفنا في نصر اكتوبر العظيم الشعب التف حول رئيسه شهيد مصر راح للرئيس انور السادات وحول جيش مصر وقف، شفنا الشعب في مرحله اصطفاف وطني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر
وشرطة مصر في مواجهة الإرهاب، فهزمنا الإرهاب هزيمة كبيرة جدا وقضينا على الإرهاب الأسود. في معركة التنمية الشعب المصري ظهير للدولة ولرئيس الدولة في مسيرة البناء والتنمية. لما جينا في هذا الظرف اللي مرينا به في الحقيقة، ومثل هذه الأحداث التي يمكن أن تواجهها بعض دول العالم، تكون سلاح ذو حدين. إلى أي مدى تكون هذه الدولة على قدر من الكفاءة لحل مثل هذه الأزمات والتعامل معها؟ لا، بالفعل شعب مصر العظيم قادر على تحدي الصعاب، قادر على أن يثبت نجاحه ويثبت كفاءة كوادره الفنية في مختلف المجالات، وأن يتعامل بشكل علمي رفيع المستوى. بدون شك العالم كله النهاردة بيشهد أن إدارة هيئة قناة السويس إدارة ناجحة، وأن بها من الكفاءات ما يربو على نظيره في أي دولة من دول العالم. تم حل الأزمة بسواعد مصرية، ورغم ذلك السيد الرئيس أيضا توجه بالشكر لكل الدول التي أعربت عن استعدادها للمساهمة في حل هذه الأزمة. بالمناسبة أستاذ علي، تابعت إزاي ردود أفعال المصريين وفرحتهم الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد انتهاء الأزمة؟ شفت الفرحة في أعين المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبلها شفتها في المقاهي، وشفتها في المنازل، وشفتها في الشوارع. شفت المصريين بيتابعوا عن كثب هذا الحدث زي ما قال السيد الرئيس، وكأن كل واحد فيهم هذا الحدث بمثابة ابنه اللي بيتمنى له الخير والأمن والسلامة، أو بمثابة حدث يمس أسرته بصورة مباشرة. بالفعل إحنا كمصريين نعشق تراب هذا الوطن، وأي حدث يهم بلدنا أو يكون ذو أهمية بالغة لبلدنا سلبا أو إيجابا بنهتم بالموقف من أجل تحويله إلى موقف إيجابي، ومن أجل تحقيق النصر فيه. الشعب المصري شعب عظيم، وأثبت للعالم عظمته وفرحته وسعادته بكل انتصار يحققه بفضل الله طبعا في المقام الأول، وبفضل قيادته السياسية الواعية. الكفاءات التي تزخر بها مصر وتفخر بها مصر في كافة المواقع والمجالات. أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.